ما العلامات التحذيرية التي تشير إلى حدوث استغلال جنسي؟ إذا لاحظت حدوث شيء غير سليم أو اشتبهت في أحد الأشخاص المحيطين بالطفل، من المهم أن تثق في حدسك وأن تنتبه لأي علامات تشير إلى وقوع اعتداء. تشمل العلامات التحذيرية المحتملة وجود هدايا مفاجئة مع الطفل وتكرر الغياب في وقت متأخر من الليل أو طوال الليل والسلوكيات المتحفظة. وتشمل العلامات الأخرى المثيرة للقلق التغيرات التي تطرأ على العادات الغذائية وإهمال المدرسة والأنشطة وسلوكيات إيذاء النفس. احرص على الإنصات بتعاطف وعدم إظهار أي ردة فعل تشعر الضحية بالخزي. اجعله يشعر بالأمان وبأنه يستطيع إخبارك بما حدث له، واجعله يشعر بالأمان معك. من المهم بالنسبة له الشعور بأن ما حدث لم يكن ذنبه. لا يبلغ الأشخاص عن الاعتداءات الجنسية لأنهم يشعرون بالخزي، أو لأنهم في حالة إنكار، أو لأنهم يقعون ضحية للوصمة المجتمعية المحيطة بالاعتداء الجنسي. من المهم أن تكون على دراية دائمة بإشارات الخطر وعلامات الاستغلال، وأن تدرك أن الذنب دائماً يقع على الجاني. إذا كنت تظن تعرضك للاستغلال الجنسي أو تعرف شخصاً يتعرض لذلك، فأبلغ أحداً عن ذلك اليوم.